أفاد تقرير صادر عن المديرية العامة للوقاية المدنية في النيجر بأن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم غرقاً أو نتيجة انهيار مساكنهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطلت على البلاد منذ بداية شهر يونيو الماضي ارتفع إلى 273 قتيلاً ونحو 278 جريحة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن تقرير لذات المصدر أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا غرقاً بلغ 121، فيما لقي 152 حتفهم نتيجة انهيار مساكنهم، مبرزة أن الفيضانات الأخيرة خلفت حتى الرابع من شتنبر الجاري نحو 720,770 متضررة، موزعين ما بين 94,783 أسرة وحوالي 73,582 منزلاً منهاراً. وتم تسجيل أكبر عدد من الأضرار والخسائر في منطقة تاهو ومرادي ب 87 و 68 حالة وفاة على التوالي، فيما سجلت مقاطعة زندر 46 حالة وفاة، فضلاً عن تضرر 201 من أصل 260 مقاطعة توجد بالنيجر. يذكر أنه إلى غاية 26 من غشة الأخير تم تسجيل 235 من القتلى و 221 جريحاً وفق أرقام عممتها لمديرية العامة للوقاية المدنية بالنيجر.